أن صندوق النقد الدولي دعم وشجع البرامج ذات الطموح العالي للإصلاحات الجريئة التي يتم عملها حالياً، ونحن مسرورين كثيراً للمقاربة الشمولية المعمول بها، وحقيقة أنها تشمل أموراً عديدة منها المسائل المالية وسوق الأوراق المالية وتوافيق إشهار الإفلاس وسوق العمالة، وكذلك فأننا نستبشر خيراً بالطريقة الناجحة التي يتم فيها تطبيق الإصلاحات. أنا شخصياً مستبشرة بأمرين، الأول هو التركيز على 4 نقاط تنموية للأعمال والاستثمار العام في مواضيع مثل الذكاء الاصطناعي، الإنترنت، والصناعات التي تتم آلياً باستخدام الرجل الآلي والعلوم الحية، وأعتقد إذن أنها مقاربة جريئة وخلاقة. أما الثاني فهو التركيز على المرأة، وحقيقة أن القيمة المضافة التي لم يكن يستفاد منها، ربما ينبغي ألا أقول غير مستفاد منها، ولكن التي لم تكن تستغل بما فيه الكفاية ويعتمد عليها، فإنها الآن أصبحت في وضع جديد، وأعتقد أن هذا سيكون في دفع قوة للاقتصاد في المملكة. كما أشادت لاغارد بتوجه المملكة في إشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية للمملكة وتنويعها لمصادر الدخل. نحن نؤمن بأن عمل نقلة نوعية في الاقتصاد عن طريق إشراك القطاع الخاص وتسهيل الاستثمار، وكذلك أن يتم تحسين كل القطاعات، وذلك بتفعيل الإدارة الجيدة إما مباشرة عن طريق القطاع الخاص أو بمشاركة فيه، وعليه فإننا ندعم هذا النهج. بالنسبة لأي اقتصاد، فإن الاعتماد على مصدر واحد للدخل سيشكل استراتيجية تحفها المخاطر، ولذلك فإن الانتقال إلى تنويع مصادر الدخل بتنشيط القطاعات الغير نفطية هو المسار الصحيح. يمكننا أن نلاحظ أن أسعار النفط ارتفعت قليلاً فأصبح في منتصف الخمسينات، وهذا بالطبع أفضل مما كان عليه قبل عام، ولكن من الحكمة أن نخطط كما لو أن السعر لم يتغير وبقى في المستوى المتدني، وبالطبع لا نتوقع أن يعود إلى السعر السابق ليصل إلى 120 للبرميل، فإن هذا أصبح من الماضي في اعتقادنا. عن طريق الإصلاحات الاقتصادية وعن طريق تنويع مصادر الدخل وعن طريق إشراك القطاع الخاص وكذلك عن طريق الاعتماد على القوة العاملة السعودية وعن طريق فتح مجالات العمل أمام المرأة عن طريق كل هذا.